خدي نفس جدتي. كمان نفس. اوه مش قادرة يا بنتي. خير يا دكتورة؟ ما فيش حاجة يا ماي، بس هي محتاجة شوية تحاليل. أنا عارفة إن أنا حموت. فاطمة تعالي فريح يا بنتي، تعالي فريح يا بنتي. أنا هنا يا ماي، تعالي. أنا هنا. تعالي. جدي محتاجين ننقل جدتي المستشفى. طمنيني الأول، حالتها خطرة؟ لا أبدا. الحمد لله. بس احنا محتاجين نطمن عليها، ولازم تفضل تحت الملاحظة. مش هتوافق تروح المستشفى؟ انت خابرة جدتك زين، ده انت متربية في حضنها، شفتيها خرجت برا الدار؟ في عمرها كله هم حوالي 5 6 7 مرات، 3 منهم زارت سيدي عبد الرحيم الجنة، والباقي الفاطمة بنتها، واجب عملت الواجب مع الناس. بلاش بلاش، الغي حكايه المستشفى دي، حتى لو اجبرناها تروح هتتعب هناك اكتر، انا متاكد. بلاش يا بنتي بلاها، لو انت محتاجه حاجه من المستشفى حتى لو ادى الامر ننقل المستشفى هنا. بعدين انا عايش ازاي في الدار وبدري مش فيه؟ مقدرش يا بنتي، مقدرش بعد العمر ده، ده عشرة عمر. خلاص يا جدي حاضر، هجيب حد ياخد العينات عشان التحاليل، وانا بنفسي هتابع اهلي. الله يرضى عليك. الو، ايوه خالد. لا في الاوتيل طبعا، هروح فين؟ المهم عرفت هي في انهي اوتيل في الاسر. ما قلت لك يا خالد، نهله فوزي السلموني. ايه مستشفى؟ مستشفى ايه؟ رايحه على فين يا انجي؟ انا مش مصدقه اللي سمعته ده، يعني كان في ايدك الحل وساكت؟ يا اخي حرام عليك، ده انا كنت بموت في اليوم 100 مرة، كنت بقوم بالليل مفزوع بدور عليك اشوفك جنبي ولا حصل لك حاجة. حرام اللي عملته فيا وفيك ده، حرام. للأسف ما كانش قدامي حل تاني يا انجي، سامية دي بنت عمي، يعني لحمي ودمي، واي حد من اهلها لو عرف سرها هيكون مصيرها الموت. واللي حصل فيا وفيك ده كان ايه؟ وبعدين ما هي غلطت، لازم تتحمل نتيجة غلطها. أي واحدة يا انجي ربنا خلقها ممكن تغلط، لكن غلطة سامية بنت عمي دي كانت غلطة واعرة قوي وصعبة تتداوى، وللأسف هي قالت لي على سرها، أني معرفتش أتصرف أعمل إيه. والمفروض بقى إنك كنت تعمل إيه؟ تتجوزها؟ للأسف كان هو ده الحل الوحيد اللي قدامي، بس أنا معرفتش أتصرف ومش عارف إيه اللي هيحصل بعد كده يا إنجي. وأنت بقى ناوي تعمل إيه؟ تفضل مخبي السر ده طول عمرك؟ يا حبيبتي السر ده لو ما كشفش النهارده هينكشف بكره أو بعده، لأن عم جابر مش هيسكت، أكيد هيدور على عريس لسامية علشان يداري الفضيحة اللي أنا عملتها من وجهة نظره، وساعتها السر هينكشف. طب والحل يا أدهم؟ مش عارف يا حبيبتي. شوري عليا يا بنت الناس، لو انت مكاني كنت هتعملي ايه؟ مش عارف، بس رغم كل شيء البنت دي فعلا صعبان عليا. انجي انا اترددت كتير قبل ما اقول لك على السر ده، مش عايز جنس مخلوق ربنا خلقه يعرف ده. الموضوع مش هيتحل كده، لازم نرجع الاقصر عشان نحل الموضوع. يبقى لازم ما نتاخرش. بعدين انا قلقانه قوي على مامي،
وفي حاجات كتير لازم تتحل، مش هتتحل واحنا هربانين كده. ان شاء الله. كده متشكر جدا. تمام دكتور شريف. اهلا وسهلا استاذ احمد. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. يا ترى مدام اخبارها ايه؟ والله لسه تعبانه شويه. لا الف سلامه. طيب تسمح لي اطمن عليها؟ اه طبعا طبعا، اتفضل. طيب اتفضل. مدام هولا انت بنفسك. شكرا يا دكتور، شكرا. اتفضل استاذ احمد. يمشي الزمان قطرة ورا قطرة، ينتهي امبارح ويبتدي بكرة. يمشي الزمان قطرة ورا قطرة، ينتهي امبارح ويبتدي بكرة. ابني فين يا احمد؟ ابني فين؟ موجود. مين فيهم؟ أتم ولا سيف؟ سيف. الحمد لله شكرا لك يا رب. مش قادرة أقول لك يا عزيزي، كنت بموت، كنت حاسة إن بنتي ممكن تكون حبت أخوها اتجوزته. ليه عملت كده يا أحمد؟ إزاي جالك قلب تحرم أم من ابنها العمر ده كله؟ مش قادرة أصدق. الجواب اللي شرحت لك فيه كل حاجة قطعته لما لقيتك قاعدة مع الدكتور. أنا لما عرفت إن سيف ابننا لسه عايش نزلت لك مصر عشان أقول لك. لقيتك قاعدة مع الدكتور وبتحاولي تبني حياة جديدة. صعبت علي، صعب علي أهدلك المستقبل اللي بتحاولي تبنيه بماضي عايزة تنسيه. قطعت الجواب وكتمت السر في قلبي وعشت شايل الحمل الحالي العمر ده كله. أنا ما صعبتش عليك لما حرمتني من ابني وحرمت ابنك من أمه. حرم عليك، كان لازم يعيش في حضني، كان نفسي أفرح معاه وأحزن معاه وأمل لي عيني وأفرح يوم تخرجه وهو بيلبس بدلة الصابت. ما هو وراه آخر صعب عليا، صعب عليا سيف وما عرفتش أقول له إيه. خبيت عليه وقلت أوفر على نفسي أسئلة كتير مش هعرف أجاوب عليها. مين اللي عمل كده يا أحمد؟ سامحيني يا نهلة مش هقدر أقول لك. وتصدقي برضو ان انا اعمل كده مهما اللي كان بينا؟ يا نهلة احنا لما سيبنا بعض سيبنا بعض بالمعروف، ربنا وحده اللي عالم انا اتعذبت قد ايه بعد ما سبتك. هو فين دلوقتي؟ موجود. عايز اشوفه دلوقتي. صعب، سيبينا مهد له الاول. ابوس ايدك يا احمد، ابوس ايدك يا فشوم. حاضر حاضر. انا هستناك.
بس يعني هيشوفك وانت تعبانه كده. اوعدك هبقى كويسه قوي لو وقعتني، انا هشوفه. خلاص يبقى هجيبه لك. انا هستناك مسافه السكه وهيكون عندك. طب يلا يلا بسرعه يلا. حاضر. مش عايزه اي حاجه اجيبها لك معايا؟ عايزه اشوف ابني، عايزه اشوفه. ساعه زمن هيكون هناك. يا قلبي كسر ببالك طفله الاسرار، الحزن بيهكر صوت البال، والجرح واخدني يمين وشمال. مشوار ايه اللي انت عاوزني اجي معاك فيه يا ابوي؟ هزوره شخص عزيز عليا وعليك انت كمان. وماله يا ابوي نزوره؟ مين هو ده؟ الست اللي جات لك المستشفى وانت راقد بين الحياه والموت. الحلم؟ لا يا ولدي، ما كانش حلم، كان حقيقه. حقيقة عشتها من 25 سنة، وكان المفروض تبقى معانا دلوقت، بس ربنا ما أرادش. أنا مش فاهم حاجة، الست دي مين وتبقى لنا إيه؟ الست دي تبقى أمك يا سيف. أمي؟ أمي كيف يا أبوي؟ وأمي تهاني دي تبقى لي إيه؟ تهاني تبقى من هذا أختك، وهي اللي ربتك لو أنت حتة لحمة طرية لحد ما كبرت وبقيت راجل. لكن أمك الحقيقية تبقى الست اللي احنا هنزورها في المستشفى دلوقتي. أنا مش مصدق اللي بسمعه ده، زي ما يكون حكايه من الف ليله وليله. احب على يدك يا ابوي كل الحقيقه. ما هي دي الحقيقه. تسمع؟ اسمع يا سيف، خلينا ارتاح، خلينا انزل الحمل اللي انا شايله على كتافي طول السنين دي، خلينا فوق من الكابوس اللي انا عايش فيه طول عمري. طول عمري وانا عامل حساب اليوم ده يا سيف، اليوم اللي هتعرف فيه ان امك الحقيقيه ما هياش تهاني. يعني الكلام ده صح؟ وان كان صح، الست دي كيف عاشت بعيد عن ولدها الفتره دي كلها؟ وانا كيف عشت بعيد عنيها؟ كيف يا ابوي؟ اللي عملك ده يا ولدي خلاص ربنا افتكره خلاص. يعني الاسئله دي يا ولدي ملهاش عازه دلو، خلينا في اللي احنا فيه. يلا يا سيف، امك نفسها تشوفك، نفسها تلمس يدك، نفسها تتحدد معاك وتسمع صوتك وتصدق ان انت لسه عايش. سامحني يا ابوي، سامحني، انا مش هقدر. ليه؟ ليه يا سيف؟ يا ولدي ده لو قعدت انا هجيبك ويايا وهتزورها. مش هقدر يا ابوي. طب اديني فرصة افكر. انت بتهد عمر عيشته، اديني فرصة اصدق يمكن اقدر. طب عشان خاطر انا يا سيف، عشان خاطر ابوك يا ولدي، احب على يدك يا ولدي. انا عمري ما طلبت منك طلب يا سيف. طب انت يرضيك
يرضيك تحرم ام ضناها اللي عاشت من غيره طول السنين دي. مش انا اللي كنت السبب ولا انا اللي كنت السبب برضك يا ولدي. انا بريء يا سيف، والله العظيم يا ولدي انا بريء من اللي انت بتفكر فيه ده. انا ما عرفتش ان انت ولدي وان انت لسه عايش غير بعد مدة. رحت لامك عشان اقول لها، لقيتها عايشة مع جوزها الجديد وفي حياتها الجديدة. صعب علي، صعب علي ادي لها حياتها، ورضيت لنفسي اعيش العمر كله وانا شايل السر وحدي. مين اللي عمل كده يا ابوي؟ اتمنى له الرحمه يا ولدي وسامحني، مش هقدر اقول لك عليها. ايه يا سيف؟ هتاجي معايا؟ هاجي يا ابوي، هاجي. عايزك تقابلها كويس. انا مش خابر هقول لها ايه. سيب قلبك، سيب قلبك يا ولدي وهو هيدلك يقول ايه وتعيد ايه. يلا يا سيف، يلا يا ولدي، يلا. يلا بينا. بجد؟ ما هو فين؟ موجود. أكد. قولي الأول شكلي كويس؟ شكلك هو زي طول عمرك، زي القمر. أدخل يا سيف. سلام عليك. متشكر قوي. انا مش عارف اقول لك ايه، الحكايه اصلا جت فجاه دي وانا حتى مش مصدق اللي حصل. طب يا ولدي حاسبكوا انا، اكيد في كلام كتير عايزين تقولوه. لا، انت لازم تكون موجود. حاضر يا ولدي. سيف يا حبيبي، اللي حصل لي انا وانت ما كانش لينا اي يد فيه. احنا اتحرمنا من بعض العمر كله، والله اعلم ايه اللي هيحصل بعد كده. عشان كده بلاش نضيع الوقت في اسئله واجوبه ملهاش اي معنى دلوقتي. امك عندها حق يا سيف. امك يا ولدي لو كانت اتحرمت انها تشوفك وانت بتكبر قدامها سنه ورا سنه، يبقى ما تحرمهاش انها تشوفك وتشبع بيك وانت راجل كبير ملو هدومك. بس ده مش هيحصل بين يوم وليله. اديني فرصه. زي ما انت عاوزه تحس باحساس الامومه، اديني فرصه اصدق ان ابنك.
من حقك يا ولدي، من حقك طبعا، بس يعني ما تخليش الحكاية دي تاخد وياك كتير. سيف يا ولدي انت راجل ظابط بليس، يعني عقلك سابق قلبك، فكر زين يا سيف. يا سيف انت عشت في حضن ابوك العمر كله، انا اللي اتحرمت منك. انجي عرفت؟ مين هيقول لها؟ أنا مش عايزة أقول لها حاجة دلوقتي، إنجي لسه صغيرة وأنا خايفة الموضوع ده يأثر عليها. وأنا شايف العكس، أنا مش عايز حاجة تستخبى واصل. الموضوع ما دام اتعرف يبقى لازم يتعرف للكل. بعدين إنجي ما أنتِ عارفاها، ما هي صغيرة دي، ست متجوزة ومتجوزة راجل صح متربي زين، ادهم ولدنا ومنينا، واكيد حيقف جنبها لغايه ما تقدر تستوعب الموضوع. انا شايف ان ده حل زين ليها ولينا كلنا. وحشتني انا مش عارف اقول لك ايه. أقول لك على حاجة وتصدقيني؟ طبعا يا حبيبي طبعا. رغم إني كنت بعيدة عنك، لكن كنت بحس إنك موجودة. حتى وأنا في حضن أمي جميلة أو أمي تهاني، كان في حاجة في دمي وفي كياني بتقول لي إنك موجودة. ملوش عايز الكلام ده دلوقتي. ولا الدموع دي، ولدك اهو في حضنك اهو. اتفضلي اشفعي بيه. انا مش عايزه اضيع يوم واحد، انا عايزه اعوض كل اللي فات. ايوه بس انا خايف للدكتور شريف. لا ما تقلقش، مش شريف خالص، شريف طيب وهيستوعب وجود سيف في حياتي وهيبقى مبسوط زي ما انا مبسوطه بالظبط. طيب انا هستأذن دلوقتي عشان عندي شغل مهم ولازم انا اخلصه. هتسيبني تاني؟ احنا خلاص هنعيش مع بعض العمر كله. انت دلوقتي امي وحماه اخويا وزيتنا في دقيقة. يا حبيبي يا حبيبي، انا اسعد واحد، انت اسعد واحد. وانا بقى مش مصدق روحي، مش مصدق ان الحمل اللي شلته على كتفي سنين طويله انزاح خلاص. يا ابو عارف يا سيف، ساعات كتير يا ولدي كنت بهمل النجاح واطلع الجبل، اقعد لحالي وسط الليل، اقعد ابص على النجوم، وساعات كنت بحس ان الجبل حضني وانا دموعي نازله على خدي كيف العيل الصغير. كنتش عارف النهاية هتاجي ميتة ولا هيكون شكلها ايه. لكن ربنا كريم، ربنا كريم كان مأجل لي الفرح. يمكن السعادة اللي ما قدرتش احققها لنفسي في شبابي اقدر اشوفها واعيشها واشبع بيها مع عيالي. المرة الجاية تكوني خرجتي من هنا عايزة اطمن عليكي والقاكي زينة. عارف ايه اكتر حاجة مفرحاني؟ خير. انك بتتكلم زي ابوك بالظبط. على ايه؟ ده انا اللي متشكر قوي. الذكرى مرت شايله امبارح، امبارح اللي عشته وتسلمه لبكره.
منورانا يا اختي منورانا. الدار منوره باهلها. اتفضلي يا اختي. تسلم ايدك. ازيك يا ست فاطمه؟ الحمد لله يا اختي بخير. وانت يا ست جميله اخبارك ايه واخبار ولادك ايه؟ الحمد لله بخير. امال فين الست الحاجه؟ اصلها بعافيه حبتي. لا الف سلامه عليها. الله يسلمك. طب ممكن اطمن عليها؟ طبعا يا اختي. اتفضل اتفضل دار دارك. اتفضل اتفضل يا اختي. بس سريعه عمتي عمتي عمتي. ايوه يا بنتي. الست ساره مرات الباشمهندس حلمي صاحب احمد جاي تطمن عليك. الف سلامه عليك يا حاجه. الله يسلمك يا بنتي. ما تاخذنيش ما جتراش جملك. خليكي زي ما انتي. وانا مش زي بنتك ولا ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تستاهل الحمد. الدكتورة ما جابتش التحاليل. الدكتورة زمانتها جاية. ما تقلقيش يا عمتي انت دلوقتي احسن من الاول. الحمد لله. ايه يا حاجة ما انت زي الفل اهو. ولا انت بتدلعي عشان تعرفي غلاوتك عندهم؟ والله غالية عندينا من غير حاجة. ربنا يخليكم لي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. وانا بقول الدار منورة ليه؟ متشكرة يا ندى. الدار منورة باهلها. جدتك بتسأل عليكي. انا خبرة يا جدتي اني الجلجال بس نتيجه التحاليل اهي زي الفل. صح يا دكتوره. الحمد لله. صح والله. انتي بس مضغوطه عصبيا شوي. احنا هناخدك نفسحك وهتبقي زي الفل. ولا ايه رايك ناخدك ونروح نصيف وهنجيب لك مايو تنزلي بيه الميه وساعتها بقى مش هنلحق على العرسان. معلش يا دكتور. معلش الدكتوره بنتي بتحب تهزر. لا مفيش حاجه يا جماعه ربنا يخليهم لبعض. الله يخرب بطنك يا حلمي. والله زمان يا راجل وحشتني. وحشني كلامك الماسك. وانت كمان يا احمد وحشتني قوي قوي. انما قول لي عامله ايه معاك الدنيا؟ هتضرب فيها شويه واضرب فيها شويه لغايه ما تصلحنا في الاخر ومشيت الحكايه. بس انت يا احمد انا عليك برده. على ايه يا حلمي يا راجل؟ ده انا بضحك معاك دلوقت من غلبي. بضحك معاك وقلبي من جوا موجوع من ساعة ما اصحى الصبح. اقعد اشتغل اشتغل زي الحصان اللي بيجري في السبق مش عارف يوصل للنهاية اهو. ومحدش عارف اخرتها ايه. علشان مرض الحاجة ها؟ يعني دايما ناحية. بكرة تخف وتبقى عال وكل حاجة بعد كده هتتحل. بس لما تاخد بالك من نفسك ومن اولادك يا احمد. ولادي مولادي دول يا حلمي هم المشكلة الكبيرة. عمك الحاج عايز يتجوز أدهم غصب عني والولد رافض وأنا محتار بين التنين. لا عايز أكسر بخاطر الولد ولا عايز أكسر كلام أبوي ممكن يروح فيها. بس لما قابلته ما كانش باين عليك ده. أنت قابلت أبوي؟ لا قابلت أدهم. قابلته وكان معاها بنت مذيعة كده وكانت طالبة مني إني أعمل معاها برنامج. بس عرفت إنها خطيبته. انت متاكد من الكلام ده يا حلمي؟ جرايه يا احمد ولعتوه على ولدك. بيني وبينك البنت حلوه وبنت ناس. اقف جنبه يا احمد وما تكسرش بخاطره. اكسر بخاطر ابوي؟ ما انت عارف الحاج زين يا حلمي. ولا نسيت اللي حصل زمان؟ يعني هتسيب ولدك لحاله كده؟ يعني لما يتجوز بعيد عنك وعن امه يبقى كده حلينا ولا عجدناها اكتر يا احمد؟ والله ما انا عارف يا حلمي. اقول لك ايه، قفل يا راجل على الموضوع ده. ده انا حلمي من ساعة ما بحط راسي على المخدة يقعد الفكر ياخدني ويجيبني لحد الصبح. ببقى ماشي بالعربية مانيش دريان انا وين. بقول سبحان اللي بيوصلني بالسلامة لحد شغلي. بقعد اكل يا حلمي والله ما انا عارف انا باكل ايه ولا حاسس بطعم حاجة. والاكاذة بقى لما بص في عين مراتي وبتي ولاقي حديد كتير عايزين يقولوه اقول يا رب ما يقولوا يا رب. ما انا مانيش عارف هرد عليهم كيف ولا هقول لهم ايه. سيبني في حالي يا حلمي. اسمع اشرب الشاي ولا كل سوداني وسيبني في حالي حياة ابوك. سيف يا سيف قوم يا اخوي.
ادهم الحمد لله بالسلامه يا اخوي. الله يسلمك يا اخوي. الحمد لله بالسلامه. طب مش كنت تقول انك جاي عشان اعمل حسابي؟ مش يمكن عمك جابر حاطط رجال عشان يركبوك؟ وانا عارف ان ده اللي هيحصل، متاكد منه كمان. بس اعمل ايه؟ خلاص زهقت وطهقت يا اخوي، وعايز اخلص من الهم اللي انا فيه ده، واخلص الست اللي ملهاش اي ذنب اللي هي مرتي. مالك يا سيف؟ في ايه يا اخوي؟ ولا حاجه، هقول لك بعدين. المهم انت ناوي على ايه؟ ناوي ارجع النجح واكتب تابي على سامي بنت عمك. يعني انت اللي خص عليك يا سيف؟ انت تشك في اخوك انه يعمل كده برضه؟ امال هتعمل كده ليه؟ ومرتك لما هتعرف هتقول ايه؟ خلاص انا قلت لانجي وهي موافقه. انا مش فاهم حاجه يا ابني. خليهم يعرضوا البت دي على دكتور، يمكن لما يكشف عليها ويعرف انها صخ سليم يعرف ان البت دي اتبلت عليك. ما هو لو ودوها لدكتور يا سيف هيعرف ان هي مش صخ سليم ولا حاجه، وهيعرف ان كلامها صح وصح الصح كمان. صح كيف؟ ما تتكلم. يعني لما تحددت مع ساميه بنت عمك يا سيف يا اخوي، قالت لي ان هي على علاقه بواحد تاني. يا نهار اسود، واحد مين؟ ما رضيتش تقول، وده اللي فور دمي، وعشان كده ربطها، فصرخت وجريت في الشارع وقالت اللي قالته، اتبلت عليا. وايه اللي سكتك طول المده دي؟ بستر عليها يا سيف، بنت عمنا لحمنا ودمنا. انت عجدت الموضوع اكتر واكتر يا اخي. يعني كنت اقول لابوها عشان يقتلها يا سيف؟ لا، كنت فكر بعقلي يا اخي. كنت تكلم ستك بدريه، تكلم امها، اهم حريم ويعرفوا يخلصوا مع بعض. ده هيبقى طار ودم، ما حد هيعرف هينتهي ميته. عاجبك كده؟ محدش بيرد هناك. ويا عالم ايه اللي حصل؟ انا هقوم اشوف ايه الحكايه. انا جاي معاه. تجي معايا فين؟ اقعد هنا. وحشتني قوي يا بابي. انا زعلان منك قوي، عمري ما كنت اتصور انك تعملي كده. فكره انك تهربي مع واحد دي عمري ما كنت اتخيل انك تعمليها ابدا. بابي انا اتجوزت على سنه الله ورسوله، وبعدين ادهم انسان كويس بيخاف عليا وبيحبني. لو بيخاف عليكي فعلا زي ما انت بتقولي كده، عمره ما كان عرض عليكي فكره انك تهربي معاه. ما تظلموش يا بابي، الفكرة كانت فكرتي أنا. يبقى هو ما كانش لازم يوافق على كده. المسألة مش بالبساطة اللي أنت متخيلاها دي. أيوة بابي، بس أنا ما كانش قدامي أي حل تاني بعد ما مامي رفضت جوازي منه. أنا دلوقتي فعلا صدقت إن ماما كان عندها حق في كل اللي كانت بتعمله معاكي. أيوة بس أنا خفت إنها تفضل متمسكة بوجهة نظرها دي. سامحني يا بابي. عموما يا بنتي، سيبي الوقت والظروف يصلح كل حاجة. امال مامي فين؟ وحشتني قوي. وحشتك؟ تتمشى شويه وجاي. انجي طمنيني عليك. أنا آسفة يا مامي، سامحيني. أنا لو كنت أعرف إن جوازي من أدهم هيتعبك بالشكل ده، أنا ما كنتش عملت كده. مامي أنا مستعدة. ليه أدهم فين؟ وصلني وهيرجع بعدين. طبعاً معاكي. مبسوطة؟ مامي أنا ما كنتش حاسة بأي سعادة وأنت بعيدة عني، رغم انه حاول يسعدني بكل الطرق. مامي لو جوازي من ادهم ده هي مبروك. انتي قلتي ايه؟ بقولك مبروك يا حبيبتي من كل قلبي. امال ليه مامي كنتي رافضه من الاول؟ يا حبيبتي دي حكايه طويله قوي، بس صدقيني لما تعرفيها هتعذريني. بعرفيني بعدين. بعدين ليه؟
انا من حقي اني اعرف. صدقيني المشكله مش في ادهم كشخص، الحكايه معقده قوي. ايوه مامي، لو في حاجه كانت تخليك انك ترفضي ادهم انا كمان من حقي اني اعرفها. مش يمكن كنت رفضته انا كمان؟ اسالي سيف وهو يقولك على كل حاجه. سيف ابن عمه؟ انت كنت عارفه ان ابن عمه مش اخوه؟ ايوه انا كنت عارفه كده من الاول. تضحكي على ايه؟ لان انا لو كنت سالتك ما كانش حصل اللي حصل ده كله. مامي انا مش فاهمه حاجه. انا هشرح لك كل حاجه، هنقعد ونتكلم مع بعض. بصي يا حبيبتي، الحكاية دي من زمان أوي، من أكتر من 25 سنة، من قبل ما انتي تتولدي. ألو، هتقولي هدهم في الأقصر؟ خليك جنبه، أنا جاي على طول. Shall we?